طيب تأكدوا من المايكات يا شباب، لأنه هو الآن اللي مقفل المايك يفتح المايك. يمكن ترى الشيء هذا ترى يزعل الناس، يقولك بعض الأحيان ليش أنتم تقفلون الصوت؟ في كلام خاص أنا ما تقدر نقولها على الهواء، يعني نقولها مثلا خارج الهواء، نقولها مثلا وإنا موجودين على الهواء بدون صوت ما يخالف. طيب قبل ما أرجع لك نايف، بالنسبة للبرايمات راح يكون في برايم زيادة، يعني المفروض أنتم أسبوعين تريحون في آخر البرنامج، بيكون فيه برايم في يعني تريحون أسبوع واحد. يلا نايف. الشيء الأول الله يبيض وجه الجماهير اللي وقفوا معي أنا يا نايف، يعلم الله أني طلعت أني ما أدري في أصلاً غلط في الأسئلة أو في خطأ، لكنهم وقفوهم وبيض الله وجههم على ذا الشيء. وشيء ثاني بيض الله وجهك يا أبو سلطان على كل ما سويته، والله أنك ما قصرت معي يا نايف، وبيض الله وجه الإدارة. وأنا أقول للجمهوري من ذا المنبر اطلقوا حجاجكم وأنا أخو منيدة. والله أني طلعت يعني بداكم، والله أني طلعت أني تشفقت على البرنامج وعلى الكاميرا، كاميرا كاميرا، ما بالكم طيب. أنتوا يا أخوي هذه رسالة من نايف. خلاص خلاص يا أبو سلطان، أنا أقول لكم يعني حتى في على مستوى الإدارة ما في شكر خاص يخص تركي أو أي شخص، شكر للجميع من مجلس إدارة وإدارة، لأن يعني من تقريباً حتى قبل العصر وأبويا يتواصل مع الإعداد وشوفوا إن الموضوع وشوفوا كذا، مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين حريص جداً على العدل ودائماً يوصينا، صالح الحسين، كل الزملاء في الإدارة، يعني أنا قلت لكم تطمنوا أنتم الآن ولله الحمد في مكان وهيئ لكم كل شيء ولن يظلم أحد بإذن الله تعالى. عسى الله يوفقكم، الكلام اللي قلناه فوق الهواء واللي برضو الناس ما سمعت.